يشكل وادي دوار عدة تهديدا دائما على حياة 480 قطنا بسكنات فوضوية على حافة الواد وفي أرض تعود ملكيتها لخوص، أمر دفع بالسكان إلى مناشدة السلطات لترحيلهم أقول وإيجاد حل لوضعهم. عبد العزيز حشاني. يتجاوز عددهم 480 قاطنا بسكنات فوضوية على حافة الواد وفي أرض تعود ملكيتها لخواص يناشد سكان الواد أو ما يعرف بدوار عدة سلطات المحلية ترحيلهم وإيجاد حل لوضعهم المتفاقم يوما بعد يوم لما يقارب 20 سنة. هادو كيفاش ورمس قبل تاعهم هنا في الواد، هادو مساكن غدوة تجي حملات الدينا كاع. شوفوا فينا احنا، نسالوا في هاد البلاد، خدموا باتنا عليها الثوره ونسالوا فيها احنا جزائريين. سمحتني، رانا في اراضي الناس ثاني، غدوه خرجونا ما عندناش وين نروحوا. برحمه الوالدين شوفوا فينا بعين الرحمه، وين ما جات نروحوا، المهم خرجونا من الواد ورانا مضرارين. وهاد لابريسيون الله يفيا احسن عوني، انا معطوب ومعطوب ومعطوب، عندي 100% اعاقه من الجيش. هاي لا نوري لك فيها. نطلبوا بالسيد الوالي بالضيف الوالدين ان شاء الله يدير لنا غير حل. الا كاد هذا الواد سموه الواد، ما سموش كيما نقولوا لي بالمي، ولا رانا ساكنين في بلاصه الله غالب. وانا راني من 2007 انا ولادي جبتهم بزوز، الكبيره في عمرها 18 عام، بنتي راهي قريب للزواج. انا تزوجت هنا وعندي 3 اولاد زادوا هنا في 15 عام، يجوا اللجنه جاو في 2004 جاو في 2007 يقارو قارو ما بنا والو. خويا راك تجي المشتى هنا الواد ما تعمش عقل خويا. انشغال قاطني الحي الفوضوي بحي عدة او ما يعرف بالواد على مستوى عين البيضاء، انشغال نقلناه الى رئيس دائرة ياسينيا الذي رفض تصريح بخصوص البناءات الفوضوية على مستوى الدائرة. كان معكم عبد العزيز حشاني لقناة شروق نيوز.